قبل 50 عاماً أسس صالح كامل دل البركة، وأطلقت دل العقارية إحدى الرواد في التطوير العقاري. وكان حي الأمير فواز في جدة باكورة مشاريعنا الكبرى لإنشاء حي سكني مكون من 900 فيلا، غالبية سكانه من الطبقة المتوسطة، وأضحى نواة للتنمية الحضرية في جنوب جدة. ثم اتجهنا للاستثمار على ساحل البحر شمال جدة وتأسيس درة العروس، بتحويل مساحات واسعة من الأراضي الفضاء إلى منتجات عقارية مزودة بالخدمات والمرسى والفندق ووسائل الترفيه. ونقلنا التجربة إلى الصحراء وأسسنا درة الرياض، وتضم مجمعات سكنية وفلل وأراض للبيع ومنتزهات، ومنتجع يضم خيارات الترفيه والمطاعم والمقاهي ومساحات للأنشطة في الهواء الطلق. وساهمت دل العقارية في قرية البحر الأحمر، أحدث مشروع عقاري سكني على ساحل البحر شمال جدة، ويضم المرسى ومركزا للأعمال وأبراج سكنية ومنتجعات بحرية وقرية الثقافة والفنون. وعلى طريق الملك عبد العزيز أنشأنا بوليفارد، أحدث مركز تجاري يضم أفخم الماركات العالمية بالإضافة إلى المقاهي الراقية. ثم اتجهت الأنظار إلى تونس، حيث نجحت دل العقارية في معالجة بحيرة ملوثة وتأسيس بنية تحتية لجذب المستثمرين، واليوم تستضيف ضاحية البحيرة فنادق عالمية ومكاتب وسفارات ومجمعات سكنية ومرافق سياحية. وفي لبنان أسسنا مشروع قرية مشرف على تل ممتد بمساحات خضراء بالقرب من بيروت، وقدمنا هذا النمط من المشاريع لأول مرة في لبنان، وأصبح وجهة سكن فاخرة تنتشر فيها الفلل والمساكن الراقية في بيئة آمنة. وفي العاصمة المصرية القاهرة خططنا لمشروع ألماظة في منطقة تعاني من مياه الصرف الصحي والتلوث، وأنشأنا بنية تحتية وعمائر نموذجية لتصبح منطقة راقية للسكن والاستثمار. وعلى الساحل الغربي للمملكة أسست الهيئة العامة للاستثمار مع شركة إعمار دبي وشركة عسير القابضة الذراع الاستثماري لدل البركة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتضم الميناء التجاري والمنطقة الصناعية والخدمات اللوجستية والأحياء السكنية وفندق وملعب للجولف. ولخدمة ضيوف الرحمن بدأنا في المدينة المنورة تطوير مشروع المناخة المكون من 5 أبراج فندقية، ويطل على ساحات الحرم النبوي مباشرة ليجنب الزوار الازدحام. وفي مكة المكرمة أطلقنا مشروع أبراج معاد الذي يتألف من 18 برجا فندقيا و3 أبراج سكنية ومركز للتسوق ومتاجر، ويبعد عن الحرم عدة دقائق سيرا على الأقدام. كما أطلقت دل العقارية طريق الملك عبد العزيز العملاق، وهو محور حركة استراتيجي يخترق مكة من طرفها الغربي وصولا إلى الحرم، ويتضمن مسارات للسيارات والمشاة والقطارات وأبراج سكنية وفنادق ومجمعات تجارية. ولتحقيق ذلك ساهمت في تأسيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.